السلام عليكم. عندي واحد الموضوع اللي هو هام بزاف بزاف. يا ناس اتولهوا، راهي كاين في المارشي تاعنا واحد المفتاح نتاع الغاز تاع الطابونة، هذا الموديل هذا، هاو نقربه تشوفوه مليح، راهو موديل مش مليح خلاص خلاص، هاي قريب شعلت فينا النار. شوفوا الجعبة كيفاش دابت، وشوفوا المفتاح نتاعو هذا، شوفوا كيفاش مخدوم بالكاوية البلان، شوفوا كيفاه داب من السخانة. يعني اللي قاعد يخدم في هذا لو موديل ولا يمبورتي فيه ولا كيفاش، ويجيبو يديستريبيوه ويخليك سعيد كيتباع، نقول له الله يهديك، ولما تهديتش ربي يرفدك من الدنيا هذه. هذا ما كان الله لا تربحك، باسكو انت تدخل الصوارد والناس يموتوا على جالك، الله لا تربحك. ويا ناس تولهوا تولهوا تولهوا، اي مش مسخيره، ها شوفوا لي ديغا، يعني كون مسترش ربي كنا قادرين الغاز يطربك فينا، ولا ليسونسيال تشعل النار، ولا ما تشريوش لو موديل هذا خلاص خلاص. بارك الله فيكم.